وقفة فقهية سريعة جدا أبينها لكم، وهو أنه هل يجوز للإنسان أن يتبنى طفلا أو طفلا يأخذه من دور الرعاية أو من دور الأيتام وإن كان لا يعرف أهله أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، حتى ولو كان هذا الطفل قد ولد بولادة غير شرعية لا يمنع من ذلك أن تتبنى هذا الطفل، ولك أجر وثواب ولهذا التبني فوائد عظيمة. أولا رعاية هذا الطفل المحروم حيث لا يوجد له كفيل. الأمر الثاني أنها فرصة لمن لم يرزق الذرية أن يعوض هذه العاطفة الموجودة عنده بأن يعوضها ولو ماذا؟ بالتبني. ثالثا أن هناك حالات من التبني تكون تخفيف الأعباء عن بعض الآباء، قد يكون بعض الآباء عنده كثر من الأولاد والبنات لا يستطيع أن يقوم برعايتهم وتربيتهم والإنفاق، فلم يأتي شخص ويأخذ مثلا بعض أطفال ويتبناه في تربيته قد خفف عنهم الأعباء. فإذن لا إشكال ولا ريب أن للتبني فوائد اجتماعية عظيمة وله أجر وثواب خصوصا إذا كان من اليتامى، لكن لا بد أن نعرف أنه هناك شروط. الأمر الأول على أن هذا التبني لا يعني انتساب هذا الطفل إلى المتبني، ولهذا قال السيد السيستاني لا يجوز شرعا تسجيله بالاسم إذا كان يخفي الحقيقة، إذا كان يخفي الحقيقة بحيث الناس يعتقدون أن هذا ابن فلان يقول هذا لا يجوز، لأن هذا توضيع للأنساب، تضيع لمن؟ للإنساب. ولهذا قال لا بد من تسجيل وثيقة تبين أن هذا ليس بولد حقيقي له، مو اليوم وإنما في المستقبل، في المستقبل قد يؤخذ على أن هذا ابن فلان وتجري على أحكام العائلة والقبيلة والاسم، هذا لا يجوز. الأمر الثاني أن هذا التبني كما قلنا لا يترتب حكم التوارث وغير ذلك ليس بينهم. ثلاثة أنه المحرمية لا تتحقق بمجرد التبني، فلو كان ولداً يعتبر إذا بلغ يعتبر ماذا؟ أجنبي بالنسبة لمن؟ لهذه الزوجة، زوجة المتبني. وضعوا لا، أيضاً البنت إذا بلغت تعتبر أجنبي بالنسبة لمن؟ للمتبني، ولا يجوز له أن ينظر، بل يجوز له أن يتزوجها لأنه ليس بأب حقيقي لها. السؤال الأخير، هل هناك طريق شرعي يحلل هذه الطفلة مثلاً للأب للمتبني أو هذا الولد للزوجة أو لا؟ قالوا الحال هو الرضاعة، الرضاعة ممكن أن تكون طبعاً إذا كانت هي ولود وكانت فعلاً عندها حليب يمكن أن ترضعه إذا كان عمره أقل من سنتين، أما إذا كان فوق السنتين لا تفيد عندنا الرضاعة، الرضاعة عندنا أقل سنة كم؟ سنتين. ثانيا الرضاعة لا بد أن تكون بالحليب الطبيعي، بالحليب ماذا؟ الطبيعي من المرأة، ولا بد أن تكون الرضاعة مكتملة النصاب 15 رضاعة أو يوم وليلة أو ما ينبت اللحم ويشد العظم، هذا لا بد أن يكون. والأهم من ذلك لا بد أن يكون استرداء الحليب، أن يكون الحليب ناشئاً من ولادة، ناشئاً من ولادة. أما إذا كان إدرار الحليب ناشئ من الحبوب أو من الأبر كما الآن يستخدم، أن يقول لك ماكو مانع هذا مو متزوجة أو لا ما تلد، بالإمكان إعطاها حبوب أو أبر ويدر لبن فيمكن أن ترضع، الجواب هذه الرضاعة غير شرعية، هذه الرضاعة لا تكفي ولا تعطي المحرمين نهائيا. إذا لابد أن تكون نفس المرأة هي التي، هذا واحد. أو إذا هي لا ترضع، إذا كانت عندها أخت تولد والد مثلا وأرضعته الرضاعة الشرعية تحرم عليه لأن بتصير ماذا؟ خالته من الرضاعة. أو مثلا الرجل
أن يعطي هذا الطفل لمن؟ أخته، لأخته. فإذا أرضعت أخته أصبح هو ماذا؟ خاله، فتكون محرمي. أما بغير ذلك لا تتحقق المحرمي في هذا الأمر.